الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرحنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتابه المعروف بالأربعين النووي. ومع الحديث السادس بعد العشرين، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. هذا الحديث متفق عليه، وله روايات أخرى من طرق أخرى عن بريدة وعن أبي ذر وعن غيره، ومروي بأكثر من لفظ، وهو عند مسلم وعند أحمد وعند غيرهم بأكثر من لفظ، ولعلنا قد نتعرض لبعض ألفاظه من خلال الشرح لبعض الألفاظ الأخرى من الأحاديث. أما عن الراوي فقد سبق التعريف به في أحاديث سبقت كالحديث التاسع من هذا الكتاب رضي الله عنه وأرضاه، فنشرع في شرح الحديث مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة، هذا اللفظ فريق من أهل العلم قال هو مفرد، وفريق قال جمع، وفريق قال هو يعامل معاملة المفرد والجمع، فيقال سلامة في المفرد والجمع على السواء. والذين قالوا أنه مفرد قالوا إن جمعه سلاميات، سلاميات. وأصل اللفظ يطلق على العظم في حافر البعير أو في خف البعير، وهذا العظم في خف البعير أصغر عظم في جسمه الذي هو في عظم الخف، فعبرت به العرب عن عظم الإنسان، وهو العظم الصغير في خف البعير، يقال سلامة ويقال منثم للعظم في خف البعير أو حافر البعير، يقال سلامة ويقال منثم، كما قال زهير: النبي سلم في معلقتي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم. يعني اللي واخد الحياة جد دايما لازم يجي عليه وقت ويهادن شوية أو يميل شوية زي ما بنقول، دي في اللغة اسمها يصانع، بيمشي حاله. ومن لم يصانع في أمور كثيرة وتن واقف للطيار يضرس بأنياب يتاكل ويوطأ يدس عليه بمنسم. المنسم هو حفر أو خف البعير، المنسم والسلمة بمعنى واحد،
منسم وسلامة بمعنى واحد. يعني عقبة الأصبع. بما معناه عقبة الأصبع يعني؟ لسه ما قلتش معنى. سلامة. لسه ما قلتش معنى. أنا بقول اشتقاق اللفظ منين؟ اللغة. اشتقاقه في اللغة منين؟ فأطلق هذا اللفظ على عظام الإنسان. قصد به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المفاصل والتقدير، تقدير الكلام، كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة. هذا معناه في الحديث، كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة. وخص النبي صلى الله عليه وسلم المفاصل لكثرتها في جسم الإنسان، ولعظم تركيبها، ولعظم صنعتها، فإن فيها ما يذهل العقول ويعطل الأفهام. في حركة المفاصل ولين المفاصل فيها ما يذهل العقول ويعطل الأفهام، حركة عجيبة قوية بيسر ولين لا يشعر بها الإنسان وهو يتحرك. وإن جسم الإنسان يحوي 60 فوق 300 مفصل، 360 مفصل في جسم الإنسان لا يشعر الإنسان بهم مع حركته وذهابه وإتيانه وقيامه وقعوده، حركة يسيرة مرنة، لو تعطل واحد يئن الإنسان، ولو كان أصغر مفصل كعقلة الأصابع، المفصل اللي في عقلة الأصابع لو تعطل قد يعطل اليد وتلاقيه متعكن يكدر عليه صفوة، لا يستطيع أن يأكل أو أن يشرب أو أن يحمل شيئا أو أن يفتح بابا أو أن يقبض على شيء، مع أن الذي تعطل مفصل من 360 مفصل، مفصل واحد يكدر عليه صفوة. كم من النعم في جسمك والإنسان لا يقدر لهذا قدره ولا ينتبه لهذا. والله رب العالمين لما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كان هذا تحقيقا في جسم الإنسان وفي تكوينه. جسم الإنسان فقط يعادل ملايين، جسم الإنسان يعادل ملايين ومئات الألوف. لو أن رجلا عرض عليك 100,000,000 مقابل عين، العاقل لن يرضى، دعك من السفيه والتافه، العاقل لن يرضى. ولو عرض ملايين، لو عرضت عليك 100,000,000 مقابل إصبع، مقابل يد، مقابل رجل، العاقل لن يرضى مهما كان. ويقولوا مفيش أفضل من الصحة، مفيش أفضل من الجسم، كفاك الله مؤنة هذا سبحانه وتعالى. بل إن الإنسان منا إذا تعطل فيه شيء قد يصرف بالألوف ويقول لك أنا مش هبخل على صحتي. فإذا كنت صحيحا معافا فاحمد الله، لأنك لو أردت أن تعالج أي جزء تعطل في جسمك فأنت تنفق، فأنت تنفق بل ببزغ، بل ببزغ، ولا تقصر في حق نفسك قدر المستطاع. فالله رب العالمين كافاك مؤنة هذا. ولما سئل الحكيم كم تنفق لتخرج ما عندك من ماء، قال نصف الثروة. وكم تنفق لتشرب نصف الثروة، فينفق الثروة كلها ليأخذ الماء ويخرجه. وروى ابن أبي الدنيا وروى ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، والحديث في سنده مقال، إلا أن معناه صحيح، أن رجلا عبد الله 50 عام فأوحى الله إليه أن قد غفرت لك، قال لم أذنب حتى يغفر لي، فابتلي بعرق ضرب في رقبته، عرق خرج من مكانه أو برز أو شيء أشبه بهذا، فظن يئن من الألم،
فجاءه ملك قال يسقط هذا العرق بعبادة الخمسين، إن الألم ده يوقف والعرق يرجع مكانه كده وتبقى هذه بعبادة الخمسين. هذا يبين فضل الله على الناس سبحانه وتعالى. انظر إلى أقل شيء يتعطل في الإنسان كم ينفق، واذهب إلى المستشفيات وانظر وأنت ترى عجبا من النعم أنت فيه ولا تستشعره، ترى فائضا من النعم أنت فيه ولا تستشعره. هذه المفاصل التي في جسم الإنسان يقوم ويقعد ويركع ويسجد ويظن أنه فعل ما عليه، ويظن أنه بهذه الصلاة التي صلاها قد وصل إلى المراتب العلى وأنه استحق بها الجنة. وما تفكر مرة أن الله لو يبس مفاصله ما ركع وما سجد، ولكنه لو تدبر العاقل لعلم أن مفاصله ما ألينت إلا ليعبد بها ربه. لو تفكر العاقل لعلم أن هذا الاسم ما ألانه الله له إلا ليعبده، فيركع ويسجد ولا يستطيع أن يؤدي شكر هذا، ولا يستطيع أن يؤدي شكر هذا. فلو جفت الحلوق وتقطعت الألسنة من أجل أن يوفي شكر نعمة لله ما وفى، ما وفى، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص المفاصل لدقتها ولكثرتها ولعجب صنعتها، فقال كل سلامة كل مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة. هذه الصدقة شكرا لله على نعمه، على نعمة هذه المفاصل وعلى أنه ألانها لك من غير خشونة ولا تعب ولا غير ذلك. انظر إلى الحركة اليسيرة في قبض الكف وبسط، هذه مفاصل، هذه مفاصل في قبض الكف وبسط، كم تشعر من الألم والجهد؟ لا جهد ولا ألم، ده أسهل حاجة أن تحرك هذه المفاصل، فسبحان من ألانها على هذه الدقة وهذا اليسر. الناظر في قوله عليه، أولا سلامة مؤنث فلم يقل عليها وإنما قال عليه باعتبار أنه عضو، وكأنما يقول كل عضو من السلامة عليه صدق، فذكر باعتبار أنه عضو. هذه واحدة. الثانية على في اللغة تفيد الإلزام، عليك أن تنجح، عليك أن تصلي، عليك أن تتصدق، على هذه تفيد الإلزام، فظاهر اللفظ هنا يفيد الإلزام، ظاهر اللفظ يفيد الإلزام. فهل هذا معناه الوجوب؟ كلا، إن ظاهر اللفظ يفيد الإلزام، والذي يستقرئ من نصوص الوحيين يعلم أن المقصود الندب ليس الوجوب. ما معنى الندب؟ يعني يدعوك إلى سنة أن تتصدق وليس الوجوب. ويشهد لهذا الروايات الأخرى للحديث، ففي رواية الإمام أحمد وهي عند مسلم أيضاً، ولكن ليس من حديث أبي هريرة وإنما من حديث أبي ذر الغفاري، قال النبي في آخر الحديث يعدل بين اثنين ويعين الرجل وغير ذلك، قال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني كل اللي فات ده يعادل ايه؟
أن يركع ركعتين من الضحى. طيب حكم صلاة الضحى سنة ولا واجب؟ سنة. فهذا يبين أن كل ما ورد في الحديث سنة، لأن البدل منه يأخذ حكمه. إيه البدل من هذا؟ ركعتي الضحى. ركعتي الضحى حكمها سنة ولا فرض؟ سنة. إذن فكل المذكور يأخذ نفس الحكم، فهو سنة، فهو سنة. حتى وإن ظهر اللفظ بقوله عليه يبين لك أنه قد يكون واجب، كلا إنه سنة. كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهذا يبين أنه ينبغي أن تشكر الله على ما وهبك من لين مفاصلك ومن صحة في جسدك. ثم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس. وفي هذه الجملة بيان أن الشكر يتجدد كل يوم باستمرار، ليس في يوم وانقضى أو كل شهر أو كل سنة، بل إن الشكر يتجدد منك لطالما أنت في صحة وعافية، حتى وإن سلبت منك الصحة والعافية وفيك لسان ينطق، ينبغي أن تشكر ربك تبارك وتعالى. فما ظنك إن كنت صحيحا معافى؟ فما ظنك إن كنت صحيحا معافى تشكر كل يوم، إما بما ذكر في الحديث، وإما بركعتين من الضحى، وإما بذكر الله أو بأفعال تأتي معنا في الحديث. فالشكر متجدد كل يوم. نعم، كم تشكر وكم أشكر، وكم يشكر هذا وكم يشكر ذاك، قل منا الذكر وقل منا الشكر، نسأل الله من رحمته وفضله. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أبوابا للصدقات، والصدقات المذكورة في الحديث ليست صدقات مادية، وهذه من رحمة الله ومن سعة الشرع. لو أن الصدقات تقتصر على الماديات لاختص الأغنياء فقط بالصدقات، لو أن الصدقات تقتصر على الأموال والماديات تقتصر على هذا لاختص الأغنياء فقط بالصدقات. فجعل الله ورسوله أمر الصدقات واسع، بالصحة، بالجسد، بكذا بكذا، وهذه أبواب يستوي فيها الغني والفقير. وقد أسلفنا هذا في الحديث السابق لما ذهب الفقراء إلى النبي وقالوا سبقنا أهل الدثور بالأجور. هذه الصدقات التي في الحديث يستوي فيها الغني والفقير، لذلك قلنا إن هذا الحديث تكملة للحديث الذي سبقه في أبواب الخير. فقال النبي: يعدل بين الاثنين صدق. أول باب تأخذ به صدق بعد الحديث السابق، كما قال: بكل تسبيحة، بكل تكبيرة، بكل تحميدة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدق. هذا الحديث السابق. فيبين أبوابا أخرى من أبواب الصدقات غير المادية. يعدل، وهذا الفعل محذوف قبله أن، وأن المحذوف هو ما بعدها في تأويل المصدر، والتقدير عدلك بين الاثنين. تاني، يعدل المفروض قبلها أن، أن يعدل، حذفت أن، ولكن أن وهذا الفعل الاثنين مع بعض في تأويل المصدر اللي هو العدل والتقدير، عدلك بين الاثنين صدق. وكلمة العدل هنا واسعة، كلمة العدل هنا واسعة. فحينما تسمع العدل بين الاثنين
تظن أنها تقتصر على الصلح بين متخاصمين، يدخل فيها الصلح بين متخاصمين، نعم، أن تحكم بين رجلين، نعم، أن تصلح بين الناس، نعم، أن تعدل بين زوجتين، نعم، أن تعدل بين أبنائك، نعم. فهذا كل اللفظ يسعه، كل عدل لك بين اثنين صدق، كل عدل لك بين اثنين صدق، بين الأبناء، بين الزوجات، بين متخاصمين، بين ابنتك وبين زوجها، بين أخويك، بين كذا. وهذا يبين قيمة حفاظ الإنسان على المجتمع والتواصل بين الناس، ويحافظ على ألا يكره بعضهم بعض، لأن الله قبح الظلم في نفوس الناس ودعا إلى العدل. فهنا قال بكل عدل بين اثنين صدق، حتى يكون المجتمع ليس فيه ظلم. قال الله إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الذي هو الظلم يعظكم لعلكم تذكرون. عدلك بين اثنين صدق، وهذا ينبغي أن نلفت النظر إليه وإلى قيمته. إن الله رب العالمين قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والإنسان حتى يصل إلى هذه الدرجة وهذه المرتبة يحتاج إلى أن يكون قيم على نفسه، قوي على نفسه، لأنه قد يقع في موقف يحكم فيه على أحد من أقاربه أو من ذويه، وقد يقع في موقف يحكم فيه على من يبغض، على إنسان هو بيكره ولكنه سيحكم، بين محب له وبين كاره سيحكم. فالله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، فلا يقول فلان أنا بكرهه خلاص، فلان أنا ما بحبوش خلاص، كلا لا يقول. وهذا تطفيف، تطفيف. قال الله ويل للمطففين، وصفهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إن كان هذا الكيل هو الذي سيأخذه من الناس يستوفي الحق، وإذا كالوهم هو الذي سيعطي للناس أو وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلا تظن أن هذا في الكيل فقط، هو في الكيل والوزن، وهو فيما يقاس كقماش وأراض وغيره، وهو في الصلح بين الناس وفي العدل بين الناس. إن كان الحق لابنتي أو لابني أو لذويه هو أسد في المجلس، وإن كان الحق عليه أو على ذويه إنما هو مبسط للأمور مسهل، يعني حصل شيء هكذا بسيطا. وإن كان له الحق تلاقيه قوي في دفاعه عن الحق، أنت مطفف إن فعلت. وكثير من الناس على هذا، وكثير من الناس على هذا ليس عنده إنصاف أبدا. إن كنت لا تستطيع أن تكون على نفسك قواما منصفا فلا تحكم بين الناس، فلا تحكم بين الناس. عدلك بين اثنين صدق، نذبه للعدل بين الناس. والله رب العالمين أمر بهذا، وأمر بالصلح بين الناس، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا الظالمة حتى يقام العدل، قاتلوا الظالمة حتى تفيء وترجع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما
بالعادل وقسطه، شوف التأكيد في الألفاظ، بالعادل وقسطه، إن الله يحب المقسطين. تأكيد على اللفظ لئلا يظلم طرف، لئلا يظلم طرف. الله رب العالمين ذكر الميزان في القرآن، قلنا أنه ذكر الميزان كآلة الوزن، وذكر الميزان بمعنى الحق والعدل، ذكر الميزان كآلة وزن. يبقى لفظ الميزان أطلق إطلاقين على آلة الوزن وعلى الحق والعدل، لما قال وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. زنوا هنا الميزان، ميزان آلة الوزن، آلة الوزن. لما قال والسماء رفعها ووضع الميزان، هل هنا قصد آلة الوزن؟ كلا، قصد به الحق والعدل ويدخل فيه آلة الوزن. لما قصد به الحق والعدل عموما، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان هنا آلة الوزن ولا الحق والعدل؟ الحق والعدل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. الميزان هنا الحق والعدل. وإذا تأملت في آية الحديد قارنا الكتاب مع الميزان، لأن كلا الأمرين قائم في الناس بالحق وقائم في الناس بالعدل، وبه يهتدي الناس. فأنزل الكتاب هداية للناس، وأنزل الميزان عدل بين الناس. هكذا تستقيم البشرية بالوحي والعدل، والوحي أمر بالعدل. ثم أشار إلى القوة لمن خالف الكتاب ولمن خالف الميزان، فقال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لعلك تسأل ما العلاقة، ما العلاقة أن يقول أنزلنا الكتاب وأنزلنا الميزان ثم يقول وأنزلنا الحديد؟ طب الكتاب وحي يهتدي به الناس، والميزان عدل يقوم بين الناس، علاقة الحديد بالموضوع؟ كأنما يشير إلى القوة. إن لم يرجع الناس الكتاب والميزان ترجعهم القوة التي تقيم فيهم الكتاب والميزان. فقال بعدها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. انظر إلى هذا السياق وانتبه كيف تشير الآية إلى قوة الحديد مع الميزان والكتاب، ليبين أن القوة لها مجراها إن لم يرتدع الناس بالكتاب والميزان ويذعنوا لهما. كل هذا لتحقيق العدل بين الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين الاثنين صدقة. عند هذه الجملة من الحديث سأكتفي لتعطل الصوت، مش هقدر أكمل أكثر من كده، وفي غيركم يأخذ دروس، فدي المرة الثانية اللي لقى المايك متعطل على التوالي، فبصراحة يعني يوم السبت والصوت تعبان، فسأكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.